موقع هسه عرضوا لي ايش سويتوا بالنسبة للمواقع المختارة بالنسبة لمشروعنا. أنا بمشروع شوية صراحة صوتك كمال، شوية صوتك علي. ما أعرف وين التليفون يمكن بس واضح ولا لا؟ يلا ابدي اعرض، شوفني ايش عندك. نبغى نحس الصوت؟ والله صوتك بعد ناصح. هسه واضح؟ لسه شوية. ايه بالنسبة للموقع المقترح يعني كان موقع اختاره الموقع ايه الثاني رقم 2، نعم أسباب اللي هي إنه محاور أصلا يعني أكثر من الموقع الأول. الموقع الأول طلع شارع واحد بس، هذا مشوار، هذا اللي أكثر من مشوار. طبعا صوتك كلش ناسي وما دا افتهم ايش دا تحكي. تسمعون طلاب واضح صوته؟ لا دكتور صوت مو واضح، صوت مو واضح كمان. سالفة كبير يمكن. صير قريب على الراوتر حتى صوتك شوية يوصلنا. بس تسمع زين؟ لا كلش ناسي صوتك. كمان افسخ السماعات وسولف، افسخ السماعات وسولف. البس سماعات، حط سماعات بالحاسب مالتك. لا زين زين. بعد ايه هسه شوية زين الصوت. هسه شوية. يلا بس علي صوتك من تحكي. يلا يلا معلي دكتورة. يلا والموقع الثاني ما يتأثر بالموقع يعني تنقيب الآثار اللي هي الموقع الأول، إن مناطق نعم يمكن تكون قوية على آثار يعني تعارض اليونسكو. شوفني هسه المقارنة بين الموقعين حتى نختار واحد من عدهن. وطالعة يمكن الشاشة طالعة ايه فيها المقارنة هسه. والنقطة الثالثة، الموقع الثاني له مجاورات سكنية يعني في إطلالات أكثر من الموقع الأول، اللي هو يعني تقريبا على صحراء صار مناطق يعني ما بها بناء. إذا الموقع الثاني قريب على خلينا نقول السياق الحضري للجبيرية. بالضبط. زين بينما الموقع الأول يكون بعيد يعني مشرف على منطقة مفتوحة. كمال إحنا السبب الأول اللي ردنا نختاره حتى من نوقع العمارات البرجية والعمارات المنخفضة الارتفاع ما تشكل فد شرفية على البيوت السكنية. بعد خل أشوف شنو اللي لقيته من الاستقصاء حول الموقع.
بالنسبة للطقس، يعني المحور الأطول اللي هو راح يتعرض للشمس حتصير له قلق أول. نعم، وهذا في شيء زين، بالضبط، يعني راح فائدة للموقع الأول. بينما الموقع الثاني الجزء العرض هو اللي راح يكون بالجنوب. بالضبط. أوكي، ما طلعت على الموقع صورت؟ والله دكتور مو ما انت من اهل السامرة، يعني احنا اختاريناك حتى تطلع بالسيارة تاخذ لنا لقطات. هو عندنا وفر، وانا موفر ان شاء الله التقديم الجاي ان شاء الله. يلا ان شاء الله. بعد هسه يعني اني من هاي المقارنة كلش بسيطة، يعني اني اريدها على مستوى مقارنات تفصيلية حتى ناخذ واحد من المواقع، لو واحد لو اثنين حتى نحسم الموضوع. وانا اختار الحين، اختار الموقع الثاني افضل من الثاني هو الاول. اللي اختاريته. ايش قد مساحته ايوه هاي المظللة اللي انت مظللها، ايش قد مساحتها؟ تقريبا 200 ألف، 200 ألف. 100 ألف 100 ألف. والثانية هم بالضبط، 100 ألف، الموقع الأول هم 100 ألف. 100 ألف هي بالضبط. أوكي. وين حاضر ويانا واحد من الوظيفة؟ وطبان أنت وظيفة؟ نعم دكتورة، المساحة 100 ألف تكفينا؟ والله دكتورة الجدول سواه ديار، بس أعتقد كانت بالحدود طلعت المساحة مالتنا، ايش قد طلعت المساحة الكلية؟ أعتقد 100 ألف، يعني 96 ألف، 100 ألف هيك شي يعني، يعني 100 ألف كافية علينا حتى نصمم مشروعنا؟ كافية دكتورة. اوكي، فإذا من الانطباع الأول أنا دا أشوف الموقع رقم 2 بأدفانتج أكثر من موقع واحد، بس عندنا فد مشكلة بتوقيع العمارات البرجية هسه أنت راح تواجهها بالتصميم يا كمال. يعني لو أخليها على الشارع العام مال الجبيرية حتى ما يصير فد شرفية على البيوت، وبالجهة الجنوبية الشرقية هو هذا أحسن اتجاه، زين، العمارات البرجية. أما تتوقع على الشارع العام لأن بالجهات الأخرى راح تكون مطلة على البيوت السكنية بالضبط، ذوات الطابقين. نعم نعم. بعد شو درست؟ الرياح، أشعة الشمس، مدرستها؟ بلا دكتور. هذا يلا شوفني شو درست. الموقع بالنسبة اللي اختارناه للمدينة السامراء العام، نعم موقع هناك هذا محاور الوصول للموقع أنا اللي ده موجود. يطلع عندي بس الموقع المقترح، ما ده يطلع عندي محاور الوصول. واقفة واقفة شو اسمه، واقفة الشاشة كمان. إيه هسه تمام. إذا بعد ما اختاريت الموقع رقم 2 بديت تدرس أشعة الشمس وموقعه هو بالنسبة لجوجل إيرث وطرق الوصول. هذا بالنسبة للمدينة السامرة الموقع، نعم، هاي موقع الجبيرية الثانية. نعم هذا محاور الوصول الموقع نعم اللي هو السهم الأحمر شارع نعم الشهداء الإجبارية الثانية، جاي من نعم الشارع هذا. عندنا هاي محاور الوصول الثاني اللي هو من الإجبارية الثانية، نقدر نوصل للموقع. عندنا هذا الشارع الإجباري الخارجي الأصفر أيضا يوصله، عندنا من المعتصم الإجبارية هذا أيضا، يعني إلى إذن محاور وصول. محاور الوصول خلينا نقول من منطقة المعتصم، يعني لأن هي بها بوابة جنوبية لسامراء، يعني اللي جاي من الضلوعية وبلد يقدر يوصل عن طريق المعتصم وللموقع مالتنا.
بس اللي من داخل سامرة بالشمال عندك مال الشهداء جبيرية الشهداء، وعندك الجبيرية الثانية. أوكي، والأصفر شنو؟ هذا خارجي، هذا شارع الجبيرية الخارجي. أوكي، هاي طرق الوصول. نعم. نوفل نقاط الدالة. صباح الخير دكتورة. أهلا، صباح الخير. هاي شنو يا الأرقام؟ دكتورة بالنسبة للمناطق الدالة، النقاط الدالة الموقع المشروع عندنا 3 نقاط دالة. نعم. اللي هو أول نقطة اللي هو مركز الرشيد الصحي. نعم. وثاني نقطة اللي هو مسجد سعيد بن زين. اللي هو على إثارة. وعندنا ثالث نقطة اللي هو مقبرة السامراء الجديدة اللي هي بالأسفل. نعم. يعني من الشارع تبدي عاد. إيه نوفل عيني، حتى توضح لي النقاط الدالة لازم توضع لي الـ5 نقاط مال كيفن لينش. كيفن لينش إيش قال؟ قال أتعرف على المنطقة من خلال 5 أشياء، هي الإيج الحافات، زائد النود، زائد اللاند مارك، زائد الباثس. فلازم توضح لي الـ5 عناصر مال كيفن لينش، وبعدين تقول أني أقدر أوصل من خلال اللاند مارك اللي هو مسجد سعيد، زائد المركز الصحي، هاي يعتبروها لاند مارك. يعني من أريد أدلي على موقعكم أقولهم بالجبيرية يم مسجد سعيد، أو يم إيش قلت عليها بالجنوب هاي؟ المقبرة. مقبرة، يم المقبرة. أوكي، فهذا الشيء تتعدل لي إياه. تمام. سوي لي عناصر كيفن لينش حتى شنو؟ حتى تصير بها موضوعية، لأن هي الموقع ضمن سياق حضري. تمام. أوكي. فهم. يلا. بعد كمال شش حضرتوا؟ شو درستوا؟ بالنسبة للمناخ. نعم. وهاي الرياح الدائمية هي الجنوبية الشرقية. الرياح السائدة هي شينية شمالية غربية. ماكو موسمية، هاي شينية غربية. الصفر شين هي هاي؟ هاي الرياح شنو موسمية هاي؟ يعني هي السائدة شمالية غربية اللي هي الزرقاء الفوق. الصفراء شين هي؟ الصفراء دائمية والزرقاء موسمية. لا غلط غلط، لأن إحنا السائدة بالعراق شمالية غربية، يعني هذا النورث لي فوق، فالشمالية الغربية هي الزرقاء، فهي هاي السائدة. بينما الموسمية أيام الصيف الحارة أكو رياح السهوب اللي هي عكسية، يعني الصفراء تصير هي مال الموسمية، وراح تكثر عليك بالموقع لأن الموقع مفتوح. فبهالحالة احنا كإجراء المفروض المناطق الخضراء نزيدها بهالجهة هاي. زين، إذن وين تفضل توقع غرف النوم بالعمارات السكنية والهاي؟ تكتبها كلها بجدول، سواء بالوحدات الأفقية وسواء بالعمارات، يعني وين أوقع، وين يفضل أنه نوقع غرف النوم بالعمارات السكنية وبالوحدات السكنية، تكتبها. أوكي، يعني لا يصير بس مجرد أنه ترسم أنت وما بيستنتاج، لازم تحط استنتاج. بعد دكتورة، هاي الارتفاعات الأبنية بالنسبة للموقع المشروع.
نعم اللي باللون الأصفر يمثل مناطق سكنية بطابق واحد، أما اللي باللون الأغمق اللي هو يمثل الأبنية بطابقين، أما اللون الجوزي يمثل الأبنية الثلاث طوابق. أكو بالجبيريات للطوابق هناك، والله دكتورة هو المركز الصحي. المركز الصحي للطوابق. إذا لا تأشر كل المنطقة، بس أشره هو المركز الصحي نفسه، حدوده بس حدوده تلونه، ما أريد تسوي مساحاتها الكبر تمام دكتور. حتى يبين الطاغي هو الأصفر اللي هو هو عندك طابق واحد أو طابقين. واحد الطابق يعني. اي ما اريد تاشر كل هذا، حتى الفراغات ما اريد الفراغات تظل فراغات مفتوحه، تمام دكتور. فتاشر لي البيوت بيت بيت وتلونه باللون الجوزي الوسط يعني الطابقين، والاصفر طابق واحد، وبس المركز الصحي لان طاقه للطوابق فيصير بالهذا الجوزي الغامق. السايت خليه لون محايد، خليه رصاصي مثلا، لون محايد، لا تخليه نفس الألوان الحارة. أوكي، فعدلها لهاي. اوكي دكتور. بعد استعمالات الارض عند المجاور المشروع، ان هاي البرتقالي مناطق سكنية، مناطق سكنية، نعم هاي الاخضر متنزهات، مناطق خضراء هاي الاخضر، جيد. عندنا هذا مركز الصحي ايه مستشفى، هاي معنى اساس موقع شنو مختار بصفه؟ عموما شنو بصفه السمائي اللي بصفه؟ شنو هو؟ الخدمات التعليمية تعليمية، مدارس، نعم. بالضبط. هذا اكو الاخبار اللي هو الشعار. الموقع مالتنا، اكو ضمن الموقع مالتنا خالين خدمات تعليمية مكان إلها؟ يعني هاي الزرقاء هم حاطيها لهاي المنطقة، هاي الزرقاء اللي بصف الموقع. أوكي، العدد اللي بصفها هي خدمات تعليمية لا مجاورة هاي مجاورة إلها، مو يعني بالموقع داخل مالتنا. الموقع مالتنا أكو فد شي بلاند يوز تعليمي؟ ماكو، أتصور بس مجرد وحدات متفرقة سكنية. ادرسها كمال بعد، وبالتقديم الجاي أريد فد شي متكامل. أوكي، زين. بعد الشيت الآخر، دكتورة بالنسبة للضوضاء الخارجية نعم مثل مشير عليه برقم واحد، مثل مناطق متوسط الضوضاء دكتور الوجودة يعني على شارع فرع يعني ومطلع على البيوت السكنية، أما اللي تمثل رقم اثنين هي مناطق تكون بها الضوضاء عالية جدا لأنها تطلع على الشارع الرئيسي أو الشارع اللي بين الجبيلة الثانية قد والثالثة. بالديسيبل الضوضاء، ايش قد بالديسيبل حسبته بجهاز؟ لو انت بس توقعاتك، لا دكتورة بس افتراضية ما حسبتها يعني. المفروض تاخذ جهاز لحساب الضوضاء وتخلي نقاط وتحسب لي اياه بالديسيبل، وهذا الجهاز موجود يم دكتور رياض. اذا تريد تعرض هذا الشيت لازم تطلع على الموقع وتحسب الضوضاء وتخلي لي اياها بالديسيبل وبعدين تنزلها، ولا تعتبر الخارطة غير مفيدة. إن شاء الله دكتور أشوف دكتور لو رياض. تطلع جهاز وتقيس الضوضاء، مستويات الضوضاء، وتقول هاي قد بالديسيبل، لو لا تخلي هذا الشيت تماما. أوكي دكتورة زين، إن شاء الله. انا ايش اريد؟ اريد الحجم المروري. الحجم المروري يعني إذا شارع رئيسي كم سيارة بالساعة دا تفوت، هذا اللي أريده. الحجم المروري اللي هو مشتق من طرق الوصول اللي مسويها كمال، يعني كمال حدد لك طرق الوصول، لازم تلزم شارع شارع
تشوف ايش قد سيارات تصير حجم مروري خلال ساعه. هذا الشيت ينحط عليه حجم مروري مسافة حركة السيارات يعني حركة السيارات، بحيث واحد يوقف يم نقطة الصفراء النهائية ويم النقطة الحمراء النهائية، تحسب كم سيارة توقف 10 دقائق وتضربها في 6، يعني إذا فاتت من يمك 10 سيارات بال10 دقائق تضربها في 6 راح تطلع 60 سيارة بالساعة، وتوقف يم النقطة الصفراء تشوف كم سيارة دا تفوت حتى نعرف بالضبط يا مدخل من المداخل ينفع انه يصير المدخل الرئيسي المشروع. اوكي هاي يريد لك دراسة، انت من اهل سامرة، فتطلع 10 دقائق 10 دقائق على كل منفذ من هاي المنافذ وتسجل لي الحجم المروري، او تروح على مركز مرور مديرية مرور تابعة المدينة السامراء وتأخذ إحصائيات، راح يقولوا لك هذا الشارع الرئيسي من يم المعتصم مثلا 300 سيارة بالساعة تفوت، وعلى الأغلب راح يصير عندك حجم مروري من يم المعتصم ومن يم المقبرة، يعني هذا يصير بلود كلش عالي، لود كلش عالي لأن هذا مدخل مدينة السامراء الجنوبي فيصير بلود عالي، فهيك تحسب لي اياها وتنزل لي اياها حجم المروري للسيارات خلال ساعه. تمام. لو تاخذها من المديريه مال المرور، لو تاخذها انت تحسبها خلال 10 دقائق توقف تحسب كم سياره وتضربها في 6 حتى تطلع بالساعه الواحده وتنزل لي اياها. خوش نوفل. تمام دكتور ان شاء الله. ان شاء الله. بعد اشتراستو كمان على هنا الشيتات اللي درسناها بس مال كفاءة المرور. اي هذا قلت لك يتعدل، هذا ما يضل هيك. بعد هذا اخر شيت. نعم دكتور. اوكي فاذا النواقص عرفتوها، اولا بالحجم المروري، بعدين بالارتفاعات مال الابنية، اريد بناية بناية تاخذها ما تاخذ لي سبيس كاملة، خارطة كيفن لينج تنزلها، واللاند يوز يا كمال تعين لي بالمضبط، شوف لي بالموقع اكو محددين لاند يوز حتى اذا اكو مدارس معينة نلتزم بيها بالتصميم، لان احنا هم لازم نصمم مدارس داخل المشروع. اوكي كمال يلا يعني تقديمكم بعد يراد للشغل هواية. اوكي واريد صور يعني على الاقل صوره المسجد سعيد، صوره للمركز الصحي، صوره للمدخل المعتصم، يعني حتى يصير عندي فكره واضحه عن المجاورات والسياق للمشروع. ماشي تمام دكتور ان شاء الله. اوكي هسه جماعه الوظيفيه، جماعة الوظيفية اللي هم ديار وطمان، شنو اللي رتبتوه؟ شنو اللي جمعتوه؟ سووا لي عرض عليه. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام، هلا وديار. دكتورة بالنسبة لي أنا كملت تقريبا الجدول مع المساحات. نعم. اسمع أعرض أول بالبدأ، أعرض أنا بالبداية لو وطبان اللي علي أنت المفروض تعرض أول، لأن سألت وطبان يقول المجموع 96 ما أدري 100 ألف بعد ما كاملة عنده المعلومات، فأعرض لي أنت خل أشوف. أسا ثواني دكتور. الطلاب يعني المفروض انتو تسجلون او تتبادلون المعلومات، يعني ابو الموقع ينطي معلومات ابو الوظيفة حتى يصير عندكم فد فكرة كاملة، حتى من نصمم هو الموقع واحد. اني اهم شيء تثبتون 100 ألف، اذا 100 ألف كافية ويا الفضاءات الخارجية ويا الستركتشر ويا الأشياء اللي
جمعتها أنت إذا كافية 100,000 حتى يظل الموقع 100,000، إذا والله لا إيراد زيادة تقول لي زيادة. يلا سوي لي عرض. تمام دكتورة استثمان. حتى نشوف شلون صارت 100,000. وما أريد طلاب مرت الأخ 38 35 8.5 كلكم موجودين يا بشائر، 8.5 يا ديار يعتبر غايب اللي ورايا يدخل. زين احنا المفروض هو حضوري، سوينا لكم يا الكتروني حتى يعني تلتزمون بالوقت، وهذا كله من وقتكم للديزاين. بداية حجم الأسرة اللي اتفقنا عليها 5 نفرات العائلة، عدد الغرفة اللي يكفيهم 3 غرف، عدد الوحدات السكنية 500 وحدة، يعني عدد السكان الكلي 2500. جيد. الوحدة اللي ب3 غرف فضاء النوم حسب معايير مخطط الإسكان بالعراق طبعا، فضاء النوم 39 متر، المعيشة 30، الخدمة 23، حركة داخلية 15، المجموع مال المساحة الداخلية 107 متر، وفضاء خارجي 21 متر. جيد. إذا الوحدة اللي تغطي 5 نفرات خلينا نقول زوجين بغرفة وحدة وأطفال إذا ولد 2 غرفة، إذا ولد وابنية كل من غرفة، فصير 3 غرف، فالمساحة الكلية 128. واضح. الخدمات التعليمية، تقسيم الأطفال حسب الفئة العمرية، عندنا الحضانة من 30 يوم إلى 3 سنة، عدد المستخدمين اللي هم 32، النسبة المئوية 1%. 1% صح. الروضة من 4 إلى 5 سنوات، عدد المستخدمين 64، النسبة 2%. المدرسة الابتدائية من 6 إلى 11 سنة، عدد المستخدمين 560، النسبة المئوية 17.5. يعني ضربت 2500 في 17.5 طلعت لك 560. قبلي دكتور. أوكي. المدرسة المتوسطة من 12 إلى 14 240، اللي نسبتهم 7.5%. والمدرسة الثانوية من 15 إلى 17، عدد المستخدمين 211، نسبتهم 6.6%. أوكي. أنا أصور المدرسة الثانوية راح تصير ذكور وإناث، فلازم تضيف بعد 211 أخرى، والمتوسطة كذلك تضيف 240 أخرى، لأن إحنا عندنا بالابتدائية مشتركة، بالمتوسطة وبالثانوية ينفصلون الذكور عن الإناث، فلازم تضيف بعد 240 متوسطة بنات و210 مدرسة ثانوية ذكور. تمام دكتور. وكيف اضيفها للقائمه؟ خاف عندك هاي، ضيف هسه 451 متر مربع لازم تضيفه. تمام دكتور.
اوكي. بالنسبة للحضانة، الحضانة تخدم الفئة العمرية من 30 يوم إلى 3 سنوات، وتمثل نسبة 6% من مجموع السكان. أما المعيار المخصص للحضانة 2.7 متر مربع لكل شخص، 6% في 2500 150 شخص، 150 في 2.7 405 متر مربع. جيد. عدد الأطفال في كل صف 20، نصيب الطفل يعني مترين وستة، مترين وسبعة لكل طفل، ونصيب الطفل من الساحة، المساحة المفتوحة 6 متر، المساحة الكلية للروضة 600 متر. جيد، فإذا 600 ل 2500. جيد. بالنسبة للروضة، الروضة من عمر من 4 إلى 5 سنوات تمثل نسبة 5%، أما المعيار المخصص للطفل 3.3 متر مربع لشخص، نسبة 5% في 2500 يطلعوا لنا 125 شخص، 125 ما تصير 600، لأن النسبة تختلف عن ذيك النسبة. ما تصير 600، يا أعد الدراسة بيها هنا. هاي لا متوهم بها. متوهم، تصير يعني أقل، لأن هي النسبة المخصصة 3.3 متر مربع للشخص. إذا عندك 125، اضرب ال 125، اضربها ب 3.3 وشوف ايش قد تطلع. تطلع 412.5، ما تطلع 600. وهاي انت يمكن هو هاي ناقلها عند فوق ضاربها، بس الجدول نسخته نسخ اي ما عدلت عليه، الجدول اي. فاذا ولا تطلع 412.5 هو انا ضاربته. اي. بالنسبة نعم. المدرسة الابتدائية، المدرسة الابتدائية تخدم فئة من 6 إلى 11 سنوات، تمثل نسبة 17.5 من مجموع السكان. أما المعيار المخصص للطالب 1.2 متر مربع لكل شخص، 17.5% ضربناه في 2500 يطلع لنا 438، نضربها في 1.2 يطلع لنا 525 متر 25. مربع. وهذا سعة احنا هم غلطاني غلطان بيها. 525.6 متر. ضفت فضاء مفتوح. يعني مع الفضاء المفتوح، بس ما حسبت صراحة يعني لا، هذا يسوي هم عندك خطأ بيه، لأن عدد الفصول هي 22، المدارس 1، إجمالي مساحة المدرسة تصير 525.6، بس أضيف لها ملعب، أضيف لها ملعب، فتصير بحدود 600 مو 760. ستان دكتوران، ضفت لهم يعني سويت لهم ملعب يعني على ساحة على احتياجات المفروض خارجية، تضيف فضاء ملعب خارجي. مال لعب أطفال، لأن هم من 6 إلى 11 سنة، فتقريبا 100، يصير 100 متر مربع، فيصير 625.6، ما تطلع 760. تمام دكتور. أو تحسبها على أساس الصفوف، يعني المدرسة الابتدائية دكتورة، ملعب وساحات ومتنزه عافية، موجود. أكو ساحات، يعني أنت نعم ضايف نعم منطقة open space، يعني خضراء. بلي بلي دكتور، إذا ضايف خضراء إيه يصير 760. هو ضايف يعني مساحة خضراء وملعب. خضراء لكل شخص 2 متر، لكل شخص 2 متر. إذا 2 في 438، زين 700 700 800 تصير، يعني ما تصير 700 أصلا. يعني أضيف بعد. إيه، احسبها، عيد حسابها. هاي احنا تمام لو ناخذها على مستوى أشخاص، لو ناخذها على مستوى الصفوف، يعني إذا 22 صف للمدرسة، كل صف مثلا 4 في 6،
24، اضرب ال 24 في 22 صف واضيف لها ملعب واضيف لها open space. تمام دكتور. فلو على مستوى صفوف، لو على مستوى اشخاص مثل ما انت مسوي، بس شوف لي نسبة ال open space بالنسبة لكل شخص ايش قد. الصور 0.2 مو 2 متر. ماشي دكتور، راجع للأشخاص الكبار هو 2 متر، للأشخاص الكبار دول أطفال، فشوف النسبة مالتهم ايش قد واحسب. تمام دكتور. نعم. بالنسبة للمرافق مع الخدمات التعليمية اللي هي غرفة المدير 20 متر، غرف المدرسين هذا الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوي، كل وحدة والأعداد الاحتياجات مالها المساحات الغرفة. غرفة المدرسين 5 متر مربع للمدرس، عدد المستخدمين تضيفها لكل واحدة، يعني انت مو سويت حساب الروضة بوحدها، تضيف لها مدير ومدرسين وغرف إدارية، تحتاج ما تحتاج بس غرفة مدير دكتورة، يعني كل وحدة تضيف الإضافات مالتها وتطلعها للمساحة، يعني هذا الجدول انت ما تحتاجه بس ضيف الحساب للحسابات القديمة هسه اللي طلعت لي اياها الروضة والابتدائية والمدرسة، بس ضيف الاحتياجات الإضافية إلها وطلع المساحة. ما أعرف، أنا سويت جدول واحد اللي على اليسار، على اليسار أكو روضة وابتدائية ومتوسطة وثانوي، وموجود احتياجات كل وحدة إيش قد، يعني إيش كم فضاء تحتاج من هذا الفضاءات. إيه أفهم، هذا خوش جدول، بس المفروض تضيف المساحة، مو كاتب المساحة هنا قبل لا تكتب الروضة والابتداء، هاي المساحة اللي أنت محددها ضيفها على المساحة اللي قبل شوية ذكرتها، يعني ضيف للروضة 20 متر، للابتدائي 60 متر، للش اسمه المتوسط 15 متر، يعني ضيف لكل واحدة حسب احتياجاتها. ماشي دكتور إن شاء الله. زين حتى نحسب ايش قد. هسه الملاعب الخارجيه، الملاعب الخارجيه 5 متر مربع للطلب مطلعه، اذا 5 متر مربع بالنسبه للملاعب الخارجيه، والساحه الداخليه ساحه الاصطفاف يعني 2 متر مربع للطالب. اوكي. بالنسبة لمواقف السيارات، يعني أحد بالروضة تحتاج 3 الابتدائية 9 مواقف، و7 للمتوسطة والثانوي 8، أما الباصات فالروضة بس 1 والابتدائية 4 والمتوسطة 2 والثانوي 2. جيد. بالنسبة للمسجد، المعايير التصميمية التخطيطية للمجمعات السكنية بين 2000 إلى 5000 شخص، المسجد المحلي يخدم 700 إلى 1500 نسمة، نصيب المصلي من مساحة المسجد 1 متر مربع، فال 1500 في 1 1500 متر مربع، مكان الصلاة 1200 متر. تضربها بالعدد الأول، ليش؟ بدأ يقول لك بين 2000 إلى 5000، يعني 5000 ياخذون 5000. احنا شقد كم شخص عندنا؟ 2500. اذا بيناتهم يعني ما ياخذون واحد، ياخذون اقل من الواحد، يعني هو واحد الألفين مثلاً 0.2 0.3 0.4 إلى 8 إلى الواحد، الواحد هي 5000، أنت بالنص صاير ف 0.5 تضربها الألف و 2500 تضربها في 0.5 يعني تطلع المساحة 750. أها جيد، لأن هو رينج مو يعني عدد واحد، هو رينج.
بين 2000 إلى 5000، فأني أخذ الوسط يعني أني 2500. تمام دكتور. ماشي، فتطلع 750. تمام. المركز الصحي نسبة 100% من سكان المحلة السكنية يستخدمون مركز صحي. صحيح. أما معيار المركز الصحي هو متر مربع للشخص، ضربنا هنا يطلع عندنا 475 متر مربع. عدد أسرة المركز الصحي 100 سرير، يعني 40 سرير لكل 1000 نسمة. مساحة السرير 2 متر مربع. جيد. إذا 40 سرير لكل 1000، أنت عندك 2500، فيصير 100 سرير. صحيح. المركز التجاري يخدم نسبة 75% من السكان وبمعيار 1 متر مربع لكل شخص. نضرب النسبة مالتهم، عدد السكان 2500، يطلع عندنا 1875 شخص يلي يخدمهم المركز التجاري. نضربه في 1 يطلع عندنا 1875. نعم دكتور، لأن هو واحد، يعني هو الفرد واحد راح يستخدم هذا الشيء. والمحلات عندنا محلات فواكه وخضار، محلات لحوم، مخبز، صيدلية، محلات مواد غذائية، وعندنا أجهزة ونجارة وسباكة والخدمات مالتهم. جيد. الحدائق العامة معيار 0.6 متر مربع لكل شخص، نضرب عدد السكان في هاي النسبة يطلع عندنا 1500 متر مربع. توزع هذه المساحات بالنسبة للمجمعات، المجمع السكني حيث تقسم بالتساوي، كل مجمع سكني إضافة إلى وجود حديقة عامة للمحلة السكنية يكون صافي المساحة للخدمات والمناطق المفتوحة، وكذلك الطرق والمواقف 151,750 متر مربع، أي 15.175 هكتار. أشوف شوية هاي هواية مبالغ بيها. أنت الألف وخمسمائة متر مربع هي للأوبن سبيس، يعني الألف وخمسمائة أنت توزعها حسب التصميم مالتك، بحيث من أجمعها تصير 1500، مو تضرب الكل. دكتور هذا الكل مجمع، لأن أنت حاسبها لكل شخص، أنت حاسبها لكل شخص. إذا الأشخاص صايرين طوابق، ها، فنصيبهم يقل، نصيبهم يقل. بس افتهمني يا ديار حتى بعدين لا تصعدون بالمساحات. إحنا من نحط معايير حتى تصير المساحات مضبوطة. من نقول 0.6 لكل شخص، هم 2500. صحيح، حسابك صحيح، 1500 متر مربع. هذا ال 1500 لكل المجمع، فلا تضربها بكل مجمع، يعني هو لكل المجمع 1500. فإذا كانوا مثلا 100 شخص بعمارة، فمساحة المفتوحة راح تكون قليلة لهم، يعني هم متجمعين طوابق، هم متجمعين طوابق. بينما اللي وحدة سكنية راح تكون لهم حديقتهم الخاصة، حديقة مفتوحة، هذا الأوبن سبيس. أوكي، هاي 1500. نجي على الحدائق العامة، تختلف عن الحدائق المعيار الأوبن سبيس، يعني الكل خدمة بها حديقة عامة. عندنا الحدود هاي صافي الخدمات، هاي خطأ، هاي شيلها. تمام دكتورة. يفضل أن تكون حدود المدرسة الابتدائية ومعيار محدد بواحد متر مربع للشخص، مع أن عدد الأشخاص الذي في سن المدرسة الابتدائية 438، فيصير عندنا 438 متر مربع مساحة للملاعب. نعم، ملاعب. ومساحة الملاعب مقسمة على مدرستين، أي أن 219 للمدرسة. للمدرسة الواحدة، هاي صحيحة، ما عندي اعتراض عليها. تمام.
المتنزهات والمناطق المفتوحة، ساحة اللعب من عمر 6 إلى 11 سنة من 600 إلى 900 متر مربع، والساحات الرياضية من عمر 12 إلى 18 سنة من 900 إلى 1500 متر مربع. مساحات خضراء تخدم جميع الساكنين 40% من مساحة الموقع مفتوحة، و60% بناء مجمع سكني كامل. هذا نفس السؤال. بالنسبة للمواقف مع السيارات، بيوت منفردة، عدد مواقف السيارات لكل أسرة واحد، وبناية متعددة الأسر لكل ألف ساكن 150 موقف سيارات، والرعاية الصحية لكل 100 متر مربع من الساحة الكلية حوالي 4 إلى 6 سيارات، أي إلى 6 مواقف، والجامع 10، السوق المحلي من 1 إلى 3، المركز التسوق من 5 إلى 8. إذا مساحة الموقف إيش قد ديار؟ دكتور ما حسبت، أنا خليت تقريبا نسب من إلى من إلى أوكي هي. صحيح، أنت طلعت الأعداد هسه. إذا أريد أجمع أقول 1 زائد 150 زائد خلينا نقول 6 زائد 10 زائد 3 زائد 8، كلها تنضرب في 25 متر مربع. هاي إذا سيارة خاصة، إذا سيارة صغيرة. بس إذا سيارة لوري أو باص لا تختلف. هو عندنا بالمدرسة باصات ما ذكرنا أي الجدار فإذا قبلها. تأخذ المساحة من نيوفيرت حتى نشوف مساحة المواقف إيش قد راح تصير. تمام دكتور. بالنسبة لمسافة الوصول من يعني المسكن إلى الخدمات، الحضانة والروضة 300 متر، المدرسة الابتدائية والمتوسط 500 متر، المدرسة الثانوية والمركز الصحي والجامعة 800 متر، هكذا أقصى مسافة. السوق المحلي 500 متر، المركز التجاري 800 متر، مواقف السيارات 80 متر، مدخل إلى مدخل رقم المبنى. 5 ما تحتاجه، رقم 5 ما تحتاجه، لأن احنا 2500 يعني محلة سكنية، فبس بس سوق محلي 500 متر. بس عندنا سوق محلي فقط. هاي تمام رقم دكتور. 5 ما عندنا، رقم 5 ما عندنا، معايير المحلة زايد 500 زايد تمام. 500، ماكو 800، 800 نعبر إلى حي، يصير حي سكن. رقم 5 شيله. تمام دكتور. اوكي يلا بعد. الشوارع اللي هي العنصر الإنشائي للتجمعات العمرانية، وتشمل نسب تتراوح من 15 إلى 20 إلى إلى 30% من 30. المساحة. نعم صحيح. المساحة الإجمالية للتجمع حسب نوع التخطيط ووظيفته. جيد. أكو شوارع تجميعية وأكو شوارع لوكال محلية. التجميعية بين المدينة وبين المحلة اللي هي الصفر، هاي التجميعية قياسها يصير من 7 إلى 20، بينما اللوكال الزرقاء اللي أنت مسويها محلية من 5 إلى 7 متر بالمساحة، يعني بالعرض مالتها. نعم دكتور. فإذا لازم تعرفوها هاي. جيد بعد. أبعاد الشوارع، عرض الشوارع لا تقل عن 3 متر إلى 2.3 متر زائد 2.3 متر لانتظار السيارة بجانب الطريق. أي الشوارع يعني أكو أكبر اللي هي 3.3 أو إلى 3.6 في حالة السرعة الكبيرة. الطريق في اتجاه واحد، المسافة من حد الرصيف إلى الرصيف 5.4، والأكو أكبر بعد يعني من حد الرصيف إلى الرصيف الثاني 6 متر عند دوار سيارة، نعم يعني أكو مال بس حركة وأكو مال لا يعني دوار سيارة. الطريق اتجاهين، من حد الرصيف إلى الرصيف 8.4، ومع انتظار السيارة من
من الرصيف إلى الرصيف 10.4. جيد. الشوارع المسدودة لا يزيد طولها عن 150 متر، دوران عند نهاية نصف قطر 25 متر، هذه للسيارات الكبيرة. والسيارات الصغيرة لا أقصى مسافة 100 متر، ودوران عند النهاية 15 نصف قطر 15 متر. جيد، هذا اللي يسوي تصميم بشوارع مسدودة الكول دي ساك، فلازم يحط بالاعتبار أنه طولها ما يتجاوز 150 بالنسبة للكبيرة و100 بالنسبة للصغيرة، صحيح؟ والشوارع التجميعية لكل اتجاه لا يكون بها انتظار سيارات حد أدنى 12 متر من الرصيف إلى الرصيف جيد. بالنسبة للشوارع التجميعية التجميعية. فقط تنقلنا من المدينة إلى داخل المحلة، يعني مهمتها بس ربط الشوارع التجميعية تمام. فقط، نربط مال المدينة بالمحلة فقط، يعني هاي عملية الدخول إلى داخل مهمتها كلش شوية، ف12 متر يعني أقصى ماكسيموم 12 متر طولها. جيد يا ديار، بعد خلاص ما بقى عندي شيء. أوكي. أنا إيش أريد ديار؟ في نهاية العرض مالتك تشوفني المساحة الكلية، يعني تجمع الأوبن سبيس زائد المواقف زائد الخدمات، أنت يعني مسوي جرد زين عاشت إيدك حتى نعرف هاي الوظائف، من نخليها على الموقع 100 ألف، الموقع اللي اختاره كمال، هل تكفي أم لا؟ دكتورة صراحة ما لحقت أجمعهم، يعني بس سويت جرد على الخدمات، ركزت على كل الخدمات حتى أستوفيها كلها، بس كجمع المساحات ما لحقت أجمعهم. جيد، إذا بالتقديم الفاينال أريد هاي الأشياء كلها كاملة. إن شاء الله دكتورة. أوكي. وطبعا ساعدك بشي، يعني هو وياك بالوظيفة؟ هو وياي كمصادر كهذا يعني أوكي. بيناتنا احنا. إذا افتهمتوا أنتم شنو المطلوب منكم بالمرحلة الجاية. نعم دكتور فهم. أوكي، هسه مجموعة غفران وبشائر. نعم. دكتورة تقدم. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بشار، شريد تقول ديار؟ بالنسبة للملف اللي اشتغل عليه وطبان اللي هو العلاقات ما أعرفه والاستندارات شيء. اي مسوي فد شيء عن العلاقات الوظيفية عن اذنكم جماعة بشار؟ لا عادي دكتورة. لا عادي دكتورة. يلا طلع لي العلاقات اذا دارسها كلها، عبالي ما محضر بعد. سوي لي برزنتيشن إلها. دكتور طلعت الشاشة عندكم؟ بعدها طلعت اطباني انا. هي طلعت شاشة. اي هسه يلا. دكتورة نجي نشرح انواع الوحدات في المجمع السكني. جيد. المساكن منخفضة الارتفاع، المساكن متوسطة الارتفاع، المساكن المرتفعة البرجية، يعني العمارات. نعم. مساكن منخفضة الارتفاع دكتور، الارتفاع من 1 إلى 2 طابق، تتمثل بالمنازل والشاليهات، هذا الصنف يركز على الشوارع وعادة ما تتوجه مباشرة إلى الشارع، يعني شلون هذن البيوت. الارتفاع من 3 إلى 5 طوابق كانت هي نموذجية في الإسكان، تتميز بكونها متدرجة ومنخفضة يعني حسب التصميم. نعم. المساكن المرتفعة البرجية، الارتفاع من 6 إلى 10 طوابق، هذا النمط سمح بوجود مساحات مفتوحة كبيرة، في كثير من الأحيان لا توجد وحدات في الطابق الأرضي يشتغل لاندسكيب. دكتور مثل ما قلنا تو للديار، يعني إذا نريد ناخذ مساحة يعني نعطي مساحة أكبر نخلي شو اسمه عمارات متعددة الطوابق حتى توفر مساحة. نعم. أنماط الإسكان للمباني السكنية، المساكن منخفضة الارتفاع البيت ومستقل يتكون عادة من دور أو دورين، يعني طابق طابقين. دكتورة إيجابيات هذا النمط،
توفير خصوصية أعلى من السكن العمودي، الارتفاع المباشر مع الفضاء المفتوح، وضوح البصمة الشخصية للساكنين ضمن الفضاءات السكنية، وضوح الهوية المعمارية. نعم. يعني ينطي طابع للتصميم مالنا. سلبيات هذا النمط الامتداد الأفقي للمدينة، ففي هذه الحالة تكون أكبر نسبة الاستعمال الأرض في المدينة هو الاستعمال السكني، يعني تقريبا خدمات قليلة. انخفاض نسبة الارتفاع لخط المدينة، خط السماء يعني ماكو ناطحات سحاب، انخفاض نسبة الكثافات البنائية والسكنية والإسكانية. المساكن المجمعة رأسيا العمارات دكتورة هي مبنى يتكون من عدة طوابق، وكل طابق يحوي عدة شقق أو يحوي كل طابق شقة واحدة، يعني حسب الستندرات والتصميم اللي راح نعتمده احنا. إيجابيات وسلبيات. إيجابيات استغلال أقل مساحة ممكن لفعالية السكن مع زيادة كمية الفضاء المفتوح. دكتور مثل ما قلنا بالبداية زيادة الكثافة السكانية والإسكانية، يعتبر السكن العمودي نقاط دالة في المدينة المنتشرة أفقيا. دكتور مثل شارع حيفا أن هذا النمط يغير من خط السماء للمدينة لوجود مباني عمودية ضمن نسيج أفقي واطئ الارتفاع. دكتورة سلبيات هذا النمط أقل خصوصية مقارنة بالسكن الأفقي. اكتشفت الدراسات أن في هذا النمط تكثر الأمراض النفسية مثل الخوف من الارتفاعات، وتكثر نسبة الجرائم لأنه لا توجد سيطرة على المشروع، تكثر فيه عمليات التضريب للممتلكات العامة بصورة غير قصدية، عدم الارتباط المباشر مع الفضاء المفتوح. بما أنه صار متعدد الطوابق فصارت هذه السلبيات الموجودة به. نمط السكن المنفرد العالي والتجميع، مسكن منفصل. دكتور عندنا شبه منفصل وعندنا الواجهة، يعني الواجهات مالت مسكن منفصل. واجهة القطعة من 24 إلى 16، من 16 إلى 24. الارتداد عن الشارع 4 متر. مساحة القطعة من 400 إلى 600 متر مربع. شبه منفصل، واجهة القطعة من 10 إلى 20. الارتداد عن الشارع 4 متر. نسبة تغطية الأرض 45%. واجهة القطعة من 5 إلى 10. الارتداد 2.5. نسبة التغطية 60. واجهة القطعة من 15 من 10 إلى 15. الارتداد 2 متر عند الشارع. نسبة التغطية 75 بالنسبة للشبه المنفصل. نعم. مساحة القطعة من 150 إلى 300 متر. أنماط التجميع في الأبنية المرتفعة، نظام المتشابك، نظام الصليب، ومزدوج التحميل. تكون الشقق على حرف L على شكل حرف L، تتشابك الوحدات مع بعض حيث يتم إقران وحدتين معا. دكتورة مثل هذه يعني وحدتين صارن بنفس النظام. نعم. دكتور نظام الصليب، وحدات مستطيلة ترتبط بالنواة المركزية. هذا النواة المركزية هي صار صليب يعني على شو اسمه هذا حسب النظام هذا موجود. نظام رجاء وطبان غير اسم النظام الصليب، هو صحيح كروساند بار دكتور ناش ماشي تي يعني تي شكل تي مثلا. تمام تمام شكرا. نظام مزدوج التحميل، تتوزع الشقق على جانبين الممر، وهذا النموذج هو الاكثر انتشارا كونه اكثر كفاءه فعاليه في ناحيه استخدام المساحه، يعني اقتصاد اكثر اقتصاديه من النظام الانظمه النيتش. يفضل ان يكون الممر قصير وفيه إضاءة طبيعية، تكون الصعوبة في هذا النمط هي صعوبة توجيه الوحدات للحصول على المنظر الجيد. جيد. مفرد التحميل يسمى بنظام الممر الخارجي، تتوزع الشقق على جانبي دكتور هذه هين وهين على جانبي على جانب واحد، وغير اقتصاد مقارنة مع النظام السابق حيث يكون عدد الشقق أقل في الطابق الواحد. عمق المبنى يكون أقل، سهولة توجيه الشقق الممر يكون أكثر إضاءة من النظام السابق. الحركة العمودية المتعاقبة، يقصد بها توقف المصعد أو السلم بين طابق وآخر. أهم مميزات هذا النظام تكون معظم الوحدات من طابقين، تتميز الوحدات بإطلالة جيدة وتهوية جيدة. الصعوبة تكمن في صعوبة تجميع الخدمات العمودية غير عملي لكبار السن.